مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم زين وزين. كما كل أسبوع جيناكم الجديد في عالم الجمال والموضة من خلال فقرات البرنامج المتنوعة. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على اون توندونس اللي دارجة بزاف هذا الموسم واللي هي لا توندونس باسك ولا البيبلوم. غادي نتكلموا على جمال الحواجب، كيفاش يمكن لينا نزينوهم ونعتنيو بهم. فقرة غلوكينغ معنا مشاركة اللي بغات تبدل المظهر ديالها وحنا غادي نساعدوها. وفي نهاية الحلقة غادي نقوموا بجولة باش نتعرفوا على آخر الأخبار في عالم الجمال والموضة، ولكن قبل نشوفوا لا توندونس ديال الموسم. إلا ما كنتوش ديجا عارفين ما فيها باس نفكروكم، لا باسك هي قطعة من الملابس كتكون مستديرة مخيطة على بلازير، ترينش أو لا تايور على مستوى الخصر. لا باسك كتميز لا تاي وكتبين الاستدارة ديال لي أنش. هاد الأكسسوار من آخر ما كاين في عالم الموضة ولا توندونس وكنلقاوه فين ما مشينا، سواء في عالم لا اوت كوتور او تصميم الازياء الراقيه او في لو بريت ابورتي. لا باسك كاينه في كل مكان، في لي لوك ديال الستينات بالخصوص لي لوك غرافيك ولي فورم ترابيز. لا باسك كانت مهمله شويه، رجعت ابتداء من الثمانينات مع تيري مودلير اي لي كورسي اللي كيزيروا الخصر او السترات اللي من نفس الشكل. ومنذ البدايه ديال هذا الربيع شفنا لا باسك في جميع لي ديفيلي في انحاء العالم، عند لانفان، امبوريو ارماني وحتى عند بربري. إلا لقات لاباسك هذا النجاح العالمي فحيت هي كتلائم جسد المرأة، كتساعد على رسم لي كورب، كتعطي رونق للخصر ديال المرأة من أجل نتيجة جذابة. كيمكن تدمج مع معطف، مع سترة، مع سايا أو كسوة. ومازال الفستان باسك ولا ضروري في هذا الموسم، ظهر بالفعل عند ماجي ساندرو في الموسم الماضي، ولا اليوم عند جميع مصممي الأزياء الكبار لانفان، بربري أو كارفين. هاد الفستان باس كيتلبس مزير على لاتاي اي سانتري، والميزه ديالو هو انه كيعطي دي فورم اكثر للنساء اللي ما عندهمش وكينقص لي انش للنساء اللي عندهم بزاف. داكشي علاش حتى عند لي بيبل هاد الفستان غزا لي غاردروب ديال النساء الاكثر شهره في العالم، بحال مثلا الممثله تشارليز تيرون والفستان بوستي الاحمر ديال لانفان، او كيلي مينوغ وفستان هداكين من عند بوتشي. فستان باسك هو أكيد اللباس الأكثر أناقة ديال هاد السنة. كيف ما شفنا لا توندونس باسك دارجة بزاف ديال الملابس، خاصنا نعرفوا بأنه إلا اختارينا أون جوب بيبلوم نختارو ليها أن أو يكون سامبل بلون واحد، أما إلا اختارينا أون فيست بيبلوم نختارو لها أون جوب تكون سامبل دغوات، ولا أن بانتالون يكون حتى هو دغوا بلون محايد. كنعرفوا بأنه الحواجب عندهم دور كبير في جمال كل مرأة، وكل مرأة خاصها تختار الشكل المناسب للحجبان على حسب الوجه ديالها. كاين عدة طرق لتزيينهم، مثلا ليبيلاسيون، وكاين طرق جديدة بحال الماكياج بيرمانون ولا الصباغة. إذا كانوا العينين هما نوافذ الروح والحجبان تساهموا بلا شك في جمال وعمق النظرة، فما يمكنناش نجهلوهم. حيت الحجبان تاهما خصنا نمشطوهم، نحيدو ليهم الزغب الزايد، ويمكننا ايضا نصبغوهم، ولكن باش يكونوا مزيانين ويعطيو جماليه للنظره ديالنا خصنا نطبقوا بعض القواعد باش الحجبان يكونوا موالمين مع باقي الوجه. كاين طرق مختلفه بالنسبه للبيلاسيون ديال السورسيل، بحال بعد بلاسيغ بور لي بو با سنسيبل à la pince باش نقادو لا فورم تحت لي سورسيل، و pour le fil pour les gens qui sont habitués à le faire au fil. Donc قبل ما نديرو ليبيلاسيون ديال لي سورسيل خصنا ناخدو لي ميزور، باسكو لي سورسيل اون دي ميزور. باغ اكزومبل لو سورسيل تيبدا لو بوين ديال لو ني افيك لو ديبي ديال لو سورسيل اي تيسالي افيك كوم سا. ان فيت اون بران لا كو دو سورسيل دو فينير او نيفو ديال لا نارين. اذا بغينا نصبغوا الحجبان فخصنا ناخذ بعين الاعتبار اللون ديال الشعر، فمثلا اذا كان الشعر مغلوق يمكننا نصبغوا الحجبان بلون مفتوح، وعلى العكس اذا كان الشعر مفتوح فغنختاروا لون مغلوق باش يزيد الجماليه ديال العينين. بالنسبه لصباغه الحجبان تنستعملوا مواد طبيعيه، كاين 3 نيونس دو كولور من لو كلير لو فونسي، تدوم تقريبا 10 ايام، بعد مرات اكثر. خاص غير بحال بعد ملي السيده ديرها ما تحكش حجبانها في الليل، ملي تغسل وجهها ما تحكش بزاف هاد البلاصه فوالا، تتبقى ولا بريونس تتبقى باغ كونتر انفيرون ان موان. الشكل ديال الحجبان تترجم العواطف اللي من خلالها كنعبروا، فلهذا حاليا كاين واحد الموضه جديده اللي هي المكياج الدائم او رشم الحجبان. فعلا
هذه التقنية كتسمح لنا نبدلو الشكل واللون الحجبان اللي تغيروا لنا النظرة ديالنا. التاتواج اللي هو مكياج بيرمانونتي، لأن السيدات ولاو مهتمين براسهم بزاف، كاين في كاين اللي ما كيبغيش يلتجئ لهذاك العملية التجميل، يمكن لها تستعمل المكياج بيرمانونتي. كنا نستعملو لي فورم كاملين، كل واحد على حسب الوجه ديالو وعلى حسب رسمة العين ديالو. بطبيعة الحال لابد قبل ما نتوجه إلى رسم الحجبان خاصنا ناخذ بعين الاعتبار كثير من الاحتياطات. قبل خاصنا نطرحوا عدة أسئلة للزبونة اللي غتجي عندنا، على الأمراض السكرية، واش عندها مرض سكر، المرأة اللي يلاه في النمو ديال الحمول ديالها، المرأة اللي مريضة بمرض القلب. كل زبونة كنستعملوا لها إبرة خاصة ديالها، لاتا ديالها، باش حنا كنتفاداو هاد الأمراض المعدية. رشم الحجبان ماشي عملية سهلة، ففي بعض الأحيان البشرة يمكن لها تكون حساسة وما تقبلش المنتوج. عملية الحجبان ما عندناش وقت محدد، لأن على حسب كل كليان، كاين الجلد اللي كيستقبل المادة ديال التاتواج اللي كيتسمى بيغمو كيستقبلها بطريقة سريعة، كاين اللي كي ما كيستقبلهاش بطريقة سريعة، كاين اللي ذاتو كترفض خدوي. في هذه الحالة شنو ممكننا نديرو باش ما يكونش الآلم والرشم يصدق؟ بالنسبة للسيدات اللي ما كيستحملوش الآلم، هو كل شيء كندير لهم واحد البوماد الانستيزي اللي كتبنجهم. كاين الناس اللي كيحسوا بالآلم بزاف، كنقول لهم استعملوها واحد ساعة ولا ساعة ونص قبل باش البنج كيقبض مزيان وما كتحس حتى بشي ألم. شحال ديال الحصص خاصنا نديرو، وواش هاد المكياج الدائم أو رشم الحجبان هو النهائي حقا؟ أول مرة كنا نديرو الغوتوش على 15 على أسبوعين، من بعد يمكننا نديروه من أسبوعين حتى لشهر، كاين اللي كيبقى له عام، عامين، ثلاث سنين، كل واحد على حساب البيغمون ديالو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من النصائح اللي عطيناكم في هذا الريبورتاج، وما فيها باس نذكركم أنكم تطلبوا من الاستيتيسيان تقوم بأن تيست قبل ما دير لابليكاسيون د الصباغة باش نجتنبوا أي نوع من الحساسية. فقرة غلوكينغ لهذا الأسبوع معنا مشاركة اللي عندها قامة قصيرة، حنا غادي نساعدوها في اختيار الملابس ديالها، نشوفوا الغلوكينغ. هذا الأسبوع المشاركة في الغلوكينغ هي نسيمة، عندها 19 عام وجاية من مدينة مراكش. نسيمة مرحبا بك معنا في الغلوكينغ ديال هذا الأسبوع، بغيتك تقول لنا علاش بغيتي ديري هذا الغلوكينغ وشنو النتيجة اللي كتسناه. كنسنى واحد التغيير بالنسبة للشكل ديالي، وبالنسبة للغلوكينغ علاش بغيت نديرو، متشهيت بصفة عامة نبدل الشكل ديالي، نشوف كي الا تبدلت كي غنبان. واش عندك شي مشكل في اختيار الملابس ديالك ولا غير بغيتي تبدليها؟ لا عندي مشكل، انا مع عندي امتي طايف، فهمتي كنلقى ديما المشكل شنو نلبس، واش سراول، واش دي جوب، واش باش اللي يبينوا ليا، واش ما يبينوش لي قصار بزاف. حنا غادي نلقاو لك ان شاء الله لي زاستوس ليك والمشاهدين اللي عندهم نفس المشكل اللي عندك، ولكن قبل بغيتك تختاري لي البسانتية بالذوق ديالك وباش نشوفوها واش غتجي معاك ولا لا. واخا يلا. صافي هذه اللبسة ديالك، دونك نمشيو نقيسوها نشوفوها كي غتجيك ونهضروا عليها يلا. نسيمة هذه اللبسة اللي اختاريتي انتيا، انتي كيفاش كتحسي براسك فيها؟ مع اللبسة سامبل، هذا هو الستيل اللي كنلبس على في ديما حيتاش سامبل وأليز فيها. انتي مرتاحة فيها، اللي يمكن لي نقول لك هو بهاد لو جونغ ديال التريكوات بحال هكا لي او ما كيجيوش معاك، حيت كيف ما قلتي انتي قصيرة شي شوية، ما خصكش تلبسي التريكو يكون هابط على لا طاي، حيت كيزيد مازال بحال اللي قلتي كيقصر لك رجليك وتيبان هنا طويل بزاف، يعني خصك لي او يا اما يكونوا قصار يا اما تخشيهم في السروال.
حاجه اخرى من الاحسن ما تختاريش لي او يكونوا شويه واسعين بحال هكذا، يكونوا شويه سنتري ولا شويه سيري كيف ما قلتي، باش يبينوا لك لا فورم ديالك والانوثه ديالك اكثر. دابا حنا غنقترح عليك ثلاثه ديال اللبسات، كل وحده ما كتشبهش الاخرى، ثلاثه ديال لي زاستوس باش تعرفي كيفاش يمكن لك تصحي القامه ديالك. واخا يلا زينب غادي تقلب ليها على الملابس اللي كيليقوا مع الجسد ديالها. نسيمه قصيره، اذا الملابس اللي غادي نختاروا خصها تطول لا سيلوات ديالها وتبين رجليها. نسيمه شنو ممكن لك تقولنا على هاد لا روب؟ لا روب بينت ليا لا فورم ديالي، كي قلتي انت قبل انا بدات طالعه ثاني مع الطالون ومرتاحه فيها. يعني اي حاجه قصيره غادي تجيك، غادي تجي مع لا طاي ديالك. كيف ما كنشوفوا عندك هاد لي فولون هنايا هما اللي عطاو شويه الفوليوم كيف ما قلتي وقادوا لك لا طاي ديالك. بالنسبه حتى للكمام من الاحسن ما تلبسيش كمام طوال، ولا حتى لا كانوا طوال tu les retrousses شي شويه دمي مانش وبيان سور هاك طريجيك مزيان. دونك ولي طالون بطبيعه الحال انت خصك ولا بودا طالون، حتى الا قلتي لي غادي تعياي وما تقديش تبقاي واقفه فيه بواقفه به بزاف، كيف ما كنشوفوا هذا واخا طالون ايغوي كومبونسي من القدام، يعني ما تحسيش بالطالون بزاف. دونك هذه كانت اللبسه الاولى، دابا ندوزو للبسه الثانيه. نسيمه هذه اللبسه الثانيه كما كنشوفوا، طبيعه الحال غنسولك كيفاش كتحسي براسك فيها؟ وهي فوق حيت ما فاك لبست تخوك هكا بحال هكا في الفوق، مي اللي تبدل انا ما عمرني لبست سروال هكا فيه ورطه هكا في لي زامبريمي. في لي زامبريمي ما كانش ديما كنلبس سروال سامبل. خصك تعرفي بلا اي حاجه فيها لي زامبريمي كتعرض، يعني مع انت ضعيفه شي شويه هاد السروال جاك مخير، عندك لي زامبريمي بحال هكا وحتى لي غيور في ان لارجور حتى هما كيجيو مزيان، حتى هما كيوريو تيكبروا شويه الفورما. بالنسبه لا شوميز كما كنشوفوا بحال بحال لا روب ا فولون، يعني كتعطيك شويه ديال الفوليوم. اختارينا لاكسيسوار بطبيعه الحال، لاكسيسوار هو اللي كيزيد يزين لينا اللبسه، لا بتيت بوشيت ولي طالون كما العاده وكومبونسي من القدام. دونك هذه كانت اللبسه الثانيه، ندوزو دابا للبسه الاخرى. السؤال نسيمه، كيفاش كتحسي براسك في هاد اللبسه؟ بالنسبه لي طالون مع كومبريس هكا كنرتاح فيهم، ما معذبنيش ما والو، وعلاش لحيت ما كنتمشى براحتي ما كاينش. بالنسبه للشورت مول فكت لبسي لي شورت؟ كنلبس لي شورت ولكن ماشي نفس ماشي هاد كنشد لبس دي جين هكا، ما عمرني لبست دي شورت هكا. انا غادي نقول لك علاش خسرينا لك هاد الشكل ديال لي شورت هكا تاي اوت، حيت كيف ما كتشوفي قد ما كان طالع السروال ولا الشورت قد ما كان طاي اوت قد ما رجليك تيبانو طوال، وسورتو ملي كتلبسي لي طالون هذا كيصحح لك القامه ديالك كتولي تباني طويله. وكيف ما كتشوفي الساك حتى هو اسورتي مع اللبسه. حنا اختارينا لك لوك توتال لوك نوار اللي جاك مزيان. دونك حنا دابا شفنا اللبسات بثلاثه، ما بقى لينا غير نمشيو دابا للمرحله الثانيه ديال الغلوكينغ اللي هي الشعر والمكياج. في هذا الموسم خريف وشتاء 2013 لو شورت ولا توندونس، وكاين حوايج اخرى نكتشفوها الان. هذا الموسم غادي تكونوا شفتوا ان لو شورت هو واحد من لي لوك فار ديال هاد لا سيزون. بزاف الاحيان ما تنجرؤوش نلبسوا لو شورت فصل الشتاء لاننا اما ما تنعرفوش معاش نلبسوه اما تنخافوا يجينا البرد. اليوم برنامج زينو زين غادي يقدم لكم مجموعه ديال النصائح باش تطلقوا ان شورت هاد الخريف. لكن قبل النصائح لازم تعرفوا ان لو شورت الا كان تلبس اون جين في الصيف ففي الخريف غادي نفضلوا مواد بحال لو فيلور اولا لو تيسو بجميع انواعه، كذلك لو تويد ولا فوغور يقدروا يستعملوا. ان جينيرال لو شورت هاد السنه هو تاي اوت، ونقدروا نوضعوه مع لو بول اولا لا شوميز وسط السروال للحصول على مظهر كلاسيكي او من الفوق بوغ ان ستيل بلو ديكونتراكتي. هاد السنه الجلد ولا دونتيل بالوان مختلفه كذلك تروا انتباهنا في جميع عروض الازياء، ونقدروا نلبسوهم على حسب الذوق ديالنا.
لو كوير لواحد المظهر جريء ولا دونتيل المظهر اكثر رومانسيه. واذا كنتو خايفين من البرد فهناك انواع كثيره ديال لي كولون اللي نقدروا نوضعوهم على الشخص ديالنا. لا لان سيمي اوباكس حنا تنوجدوها الان في جميع المحلات وهي تتعطي واحد الطابع مثير. اما لي كولون اوباك اللي ما بقيناش تنحتاجو نعرفو بهم فتلقاهم بالاسود الرمادي الاحمر البنفسجي الى اخره. اما المظهر سوبر تريندي جربوا تلبسوا لي شوسيت اوت وما تردوش تلبسوهم افيك فو كولون. مع لو شورت ديالكم تقدروا ترتديو دي بالغين دي موكاسان دي بوتين او لا دي كافاليير. تاكدوا انه تيتلبس في جميع المناسبات وتقدروا ترتديوه بالنهار او لا بالليل. يكفيكم تزيدوا على فوتغ لوك اون بير دي سكارب. دابا حان الوقت باش نديرو النسيمة ان غلوكين كومبلي. غادي نتجهو لصالون التجميل فين ليكيب كتوجد ليها عناية خاصة مانيكور شامبوان وتقطيع الشعر. دابا انت ساليتي لا كوب ديال نسيمه كيف ما كنشوفوا اختاريتي لها اون فرانج اللي جاتها مزيانه. تقدر تهضر لنا علاش اختاريتي هاد لا كوب هادي؟ الوغ مادموزيل نسيمه اختارت لا بغات تختار لا كوب وحارت وبغات تخلي الطول ديال شعرها. الوغ خلينا لها الشعر ديال الطول ديالها مي كانوا تريونغ حنا درناهم شويه دغوا وعطيناهم سيغ لو سيبيتال عطيناهم ان بو ديغرادي اي فيلي لا فرانج درناها متنوعة شوية باش تقدر هي تبدلها كيف ما بغات مشتها كيف ما بغات. فوالا قلت لك تورينا بحالاش باش حتى هي تعرف. بيان سور تقدر ديرها او ميليو تقدر ديرها هنايا عاوتاني كوم سا تقدر تاخذها سيغ لو كوتي تقدر تلعب بها كيف ما بغات لا فرونس سيغ هاد لو كوتي ولا هذا ميم لا بتيت فرونش تقدر تاخذها حتى في هاد لو كوتي الا بغات تاخذها هنايا تقدر تاخذها. بغيت تخليها عاوتاني تبدل باش يبان لو فيزاج ديالها تقدر ديرها اون اريير تعطيها ان بو دو فوليوم ميم لي شوفو بوكلي ما غاديش تطلع ليها ديجا لي شوفو ديالها ماشي لي شوفو الكتريك. وحتى الشعر اللي كان عندها طويل من القدام كانت هي كلها وجهها عندها لو فيزاج لي ان بو اوفال الوغ لا فرونج اللي كانت عندها الاولى كانت عندها لا فرونج طويله وكديرها سوغ لو كوتي واحد كيخلي وجهها كيولي بان طويل بزاف. الوغ حنا كاسينا هذاك سيغ لا فرونج باش ما تبقاش عندها لو فيزاج ديالها طويل بزاف. فوالا اكزاكتومون سيمو تبارك الله عليك. ودابا انا سيما غادي ندوزو للماكياج. زهيره دابا حنا وصلنا للماكياج شنو كتقترحي علينا بالنسبه للوجه ديال على حسب الوجه ديال نسيما وعلى حسب العمر ديالها؟ على حسب العمر ديالها الي جون الا دي تري فان دونك اون فوا لو فيغ ان ماكياج باستيل كولور باستيل. نخوف لو باستيل حيت هو اللي غادي يجي مع العمر ديالها. هو اللي غادي يجي مع العمر ديالها ومع لي تخي ديالها. واللون دوجها. واللون دوجها وميم سكيل با بورتي اوسي. وهي كيف ما قلتي عندها لي تخي ديالها هادو يعني ما محتاجاش الماكياج بزاف. تخون شارجي. وخصنا نديرو لها شي كوريكسيون ولا شي حاجة؟ كوريكسيون نو ما محتاجاش كوريكسيون غادي نديرو لها تخي داي لاينر. كي با افيك لي كولور باستيل. ايه وبالنسبه للروج اليف شنو؟ الروج اليف اختاريناها ان روز بونبون باش يمشي مع لي كولور باستيل او ميم طون داكشي اللي غتلبس. يلاه نشوفو. من بعد المكياج ندوزو الان للحلاقه. انت دابا ساليتي البروشينغ صوبتي لها شعرها بوكلي وغتبداي في لاكوافير. شنو غتقترحي علينا؟ لاكوافير غتجي شويه عاليه هنا شويه اون باش حيت البنت قصيره شويه باش تبان شويه طويله تربح في الطول. ولا فرونش غادي نديروها لها او ميليو عندها او ميليو عندها سوغ لو كوتي كيف ما بغات. ولا كوافير غادي نديرو لها اون كوافير مودرن مودرن وسهله يمكن ديرها حتى يمكن ديرها بوحدها في الدار ويمكن لينا نديرو لها لي بيرل ولا شي وريدات ما يكونش داكشي طخو شارجي. هذا يمكن لهم ديروا الا كانت معروضه الا كانت معروضه كانت لاكوافير
تقدر ديرها ميم الا كانت معوده على الفيرساخ تقدر ديرها ديال باد الخوب. يلا نشوفوا. وي بالنسبه للشعر الشينيو رجع بزاف على مود. هادو بعض النصائح باش تحصلوا على نتيجه جذابه. تسريحة صبحات أيقونة وكانت عنوان الأناقة والشياكة في هوليوود وفي العالم ومازال. لو شينيون بجميع أنواعه رومانسي كلامور ستركتوري إلى آخره غزا مرة أخرى لبوديوم ديال جميع دور الأزياء. وكذلك الحياة اليومية ديال أكبر النجمات العالمية اللي صبحوا تعتمدوا هاد لاكوافور بنهار وكذلك فوق لو تابي روج. ولا بغيتو حتى نتوما تحصلوا على ان لوك دو ستار فما عليكم غير تجربوا لو شينيون تريسي في البيت ديالكم باش تشبهوا جيسيكا البا مثلا. باش تحققوا هاد لو شينيون من الضروري يكون شعركم طويل شيئا ما، ومن الاحسن تكونوا درتوا ليه ان بروشينغ سامبل الا كان شعركم قوي. من بعد تنبداو في عمليه فرق الشعر، تنلويو الشعر ماش باغ ماش وتنقبطوه بدي بانس. اما لي ماش الاماميين ديال الشعر فتنطفروهم دائما لاغي او سونتر. لي تريس ديالنا تنوضعوهم وراء الاذن بهذا الشكل وتنديروا كذلك بعض الضفائر في باقي الشعر. من الافضل استعمال ان سبري فيكساتور باش نحافظوا على التسريحه. تنقبطوا لي ماش اللي كنا محتفظين بهم على قائمه الراس وتنحاولوا نعطيوهم لو فوليوم بلا لاك و لو بين. الشعر تيتجمع اون دومي كو، تندمجوا معاهم الضفائر وتنزيدوا كذلك البعض منهم. دابا تنبداو بتحقيق لو شينيون ديالنا بواسطه دي زيلاستيك. تنخليو كلكو ماش ديباسي باش نحصلو على ان ايفي كوافي دي كوافي لي تعطينا واحد الشكل رومانسي، وهكذا تنحصلو على لو شينيون تريسي لي صبح الحليف ديال لي ستار. اما الصيحة التانية فهي استعمال لي هيد بانز اولا لي سيغتات لي تنوجدو في جميع المحلات باشكال والوان كتيرة. بالنسبة للو شينيون في حد ذاته فيقدر يتقام به باشكال مختلفة على حسب الذوق ديال كل وحدة فينا. نتمنى ان هاد النصائح يكونوا فادوكم وانكم حتى نتوما غادي تجربوا هاد التسريحه في البيت ديالكم. سالينا الغلوكين ديال نسيمة، الان غادي تمشي معنا لاستوديو التصوير باش تشارك في شوتينغ مع المصور المحترف ديال البرنامج. بالنسبه للستيليزم الشورت كيعطي قيمه للرجلين ديال نسيمة وكيبينها اطول من العاده، داكشي علاش كنصحوها ايضا تلبس دي تالون كبار باش تربح شويه ديال السنتيمترات. بالنسبه للشعر شينيو كيبين الوجه ديال المشاركه ديالنا بطريقه جذابه. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. الفريق ديال الغلوكين نجح في التحويل ديال نسيمة اللي عجبتها النتيجة بزاف. باش نختموا حلقة اليوم غنقوموا بجولة باش نتعرفوا على آخر المستجدات في عالم الجمال والموضة. مادموزيل ريتشي آخر عطر ديال نينا ريتشي رجع للكلاسيكية. في الزجاجة ديالو الورد العذب كيتخلط مع المسك الجديد. الرقة والجمال الطبيعي ديال هاد لي نوت كيتشموا من المرة الأولى. هاد العطر من أجل السيدات اللي كنعيطوا لهم مادموزيل، جوهرة ثمينة في قنينة ولات دابا معروفة بالشريط المخيط بالميتال. نينا ريتشي كتقدم لكم باقة من الورود، عطر جد رومانسي وحساس. توب موديل الدنماركية المشهورة فريجا باها غادي تسخن هاد العام لا كوليكسيون خريف وشتا ديال زغا. المتجر الإسباني راهن هاد العام على هاد التوب موديل حيت ديجا دار دي ديفيلي مع بزاف ديال المصممين الراقيين بحال مثلا بالما أو كلوي. في جو صافي كنشوفوا الصور ديال فريجا بها بالأبيض والأسود. التوب موديل الدنماركية كتبان مسترخية، وفي صور ديال زغا خلات لا كوب دو شفو ديالها المشهورة ديغرادي ويفي بلا فرانج. اللوك ديالها حتى هو مسترخي، سايا كلوتي، سوترا ارمي وسروال امبريمي في هاد لا رونتري. الماركات الصغيره نفناف وكوكاي رجعوا للمغرب وكيتواجدوا حاليا في لي غاليري لافايت في الدار البيضاء. في هاد الموسم كوكاي كتقدم امراه ذات شخصيه قويه طبيعيه وبدون عقد وايضا جد انيقه. هاد المراه كتمثل الاناقه الفرنسيه. بالنسبه لنافناف لا كوليكسيون خريف وشتاء 2012 غلامور حديثه وفي نفس الوقت ريترو، كتجسد اللوك الانثوي وفي نفس الوقت ذكوري باستعمال معاطف صغيره بكتاف مربعه. اما السايات في هذا الفصل فهي واصله حتى للركبه.
هذا بالتأكيد رجوع الأناقة الفرنسية. حتى شي بيوري أديكت ما قدرت تهرب من موجة البيبي كريم اللي جاتنا من آسيا. هاد لاكريم كتعتبر معجزة حيث كتحل في محل مرطب البشرة، مضاد التجاعيد، الحماية من أشعة الشمس، وأيضا وخصوصا لفوكتا. بدورو غارني قدم لينا لبيبي كريم ديالو مفعمة بمشتقات الفيتامين سي اللي كتعطينا معان للبشرة وبالمعادن اللي كتصحح لوطان. لبيبي كريم ديال غارني كتعطي نتيجة واضحة. هاد لاكريم مثالية للسيدات اللي بغاو يسهلوا حياتهم ويحافظوا على بشرة جميلة طول النهار. حلقتنا وصلت للنهاية ديالها، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من النصائح ولي غوبورتاج اللي قدمنا لكم، وما تنسوش تبعثوا لنا بأي سؤال ولا اقتراحات اللي عندكم. خليتكم على خير ونتلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.